يالا ليست بالمدينة العابرة والأمن فيها، لا يمكن بأي شكل من الأشكال وفق هذه المعادلة أن يكون عراقيا صرفا. فبالتالي نحتاج إلى تسوية ذات أبعاد مختلفة لكي نضبط الأمن في هذه المدينة. بدون ذلك أنا في تصوري هذه المشاكل للأسف الشديد تتكرر في مقدادية في غيرها، خصوصا أنه هذه القرى مجاورة، يعني قرية سنية بجانبها قرية شيعية، هذا الجوار كيف تفصله؟ هذه حتمية جغرافية، يعني كيف تعمل على تهجير الناس يعني بهذه الطريقة اللي يحاول أن يصورها البعض على أنها عملية ممنهجة حكوميا؟ أنا لا أعتقد أنها ممنهجة حكوميا بأي شكل من الأشكال. قد يكون هنالك في لحظة من اللحظات تصور أنه في لحظتها أنه الحكومة لم تقم بدورها الذي يفترض أن تقوم به، لكن أنا أتصور أنه هو يعبر عن قناعة حكومية. لذلك كان يفترض بالسيد رئيس الوزراء أن يتواجد منذ اللحظات الأولى لاشتعال الأزمة ما بين أبناء العشائر الموجودين، على الأقل يعطي رسائل اطمئنان لأبنائها. وثانيا كان يفترض به أن يبعث على عن يبعث لطلب أهم وجهاء هذه المنطقة، يجلس معهم، يسمع منهم، الاستماع للأناس الذين يعيشون في هذه المناطق لكيفية ضبط الأمن، والله أحيانا أكثر أهمية من الاستماع إلى القادة العسكري.